أنا أيضا دكتور هاني العناني رئيس الجهاز الطبي لمنتخبات منطقة القاهرة لكرة القدم. يعني ممكن يكون متولي جراله إيه بالظبط؟ إغماء من إيه يا دكتور؟ هو إجهاد عصبي في الأساس. اجهاد عصبي. ايوه تمام. بس دول لاعبين ويعني المفروض ان هم لياقتهم البدنيه عاليه، يمكن الدنيا حر طبعا وفي رطوبه عاليه في ابو ظبي، لكن برضو يعني الاجهاد ده كله يؤدي الى الاغماء. اه طبعا يا فندم، احنا بس نشوف ان الاهلي كان جاي من بطوله افريقيا، كان عنده ماتش مهم بتاع السيمي فاينال موجود، وجيه على اساس ان هو هيطلع يعمل ترانزيت هنا في مصر، بعد كده طلع على الامارات، فانت اتنقلت ما بين كذا دوله، ومفيش الراحه الكافيه للعيبه انها تاخد الاستشفاء الكامل بتاعها. وبعد كده الضغط، الماتش كان 120 دقيقه، هو وقع في الدقيقه 120، فكده كده كان عنده اجهاد وعنده توتر عصبي عالي، بالاضافه ان اخر كوره كان اشتراك هيدرز مع بعض، وفي نفس الوقت نزل وقع على طول. بس انا بحيي كابتن احمد الشناوي ان هو التزم بالماتش والتزم باللعيب اللي وقع قصاده، ان في كذا لعيب وقع. اللاعب الوحيد اللي راح له اول واحد في البدايه كان كابتن احمد الشناوي، وعمل الاستفاقه بتاعته الاساسيه، ان هو على ما ابتدى الناس بتحتفل بنهايه فوز وهو اساسا مهتم باللاعب، فاحنا الاساس في الاستشفاء بتاع اللاعب ورجوعه لطبيعته كان كابتن احمد الشناوي. اللحظات الاولى كابتن شناوي بنحييه زي ما قلنا انه يعني ضبط النفس، لكن بنحييه على التصرف السريع، لان اللحظات، قول لي اللحظات الاولى دكتور هاني بتبقى ايه اهميتها؟ اهميتها انها اولا انت مش عارفه اللعيب عنده حاله اغماء ولا حاله نقص اكسجين في الدم ولا بلع لسانه، ما دي قصه برضو بتبقى مشهوره، يعني قصه بلع لا حته اللسان. بلع اللسان دي بيقولوا عليها فزعه اللعيب، لكن هي ما فيش حاجه اسمها بلع لسان. في حاجه إيه؟ اسمها بنقول عليها ايه، اللسان هو عضو من اعضاء الجسم، هو متواجد في الفم وشغل مجموعه من الالياف العضليه اللي موجوده عنده، فبالتالي بتحصل تشنجات عصبيه لفقدان الوعي اللي هو بيبقى موجود، عشان الجسم بيرتخي وبترتخي عضلاته معاه. وفي اللسان من جوه في حاجه اسمها لسان المزمار، لما بيتعرض للارتخاء بيتسبب في ان قاعده اللسان بتقف في مجرى التنفس بتاعه، او الجهاز التنفسي بتاعه بتوقف في المجرى بتاعه نفسه. فبالتالي احنا ساعات في الشخص المصاب اول 15 ثانيه او اول هم 20 ثانيه بالظبط انت بتحددي اللعيب ده ان كان عنده حاله ارتخاء في لسان المزمار وقفل على القصبه الهوائيه بتاعته، ولا كان عنده حاله اجهاد زي اللاعب محمود ما كان عنده اجهاد، لان كان في الدقيقه 120 والتصادم اللي كان ما بينه وما بين اللاعب الخصم، وفي نفس الوقت هو نقص سكر في الدم عالي، والشغل بتاعه كله حدوث اختلاف في عنصر البوتاسيوم وعنصر الصوديوم في الدم، اللي هي السكريات الحاله العصبيه بتاعت الماتش، يعني الماتش عصبي طول 120 دقيقه. فلاحظ ان ال 90 دقيقه الاولانيين ده شوط اول وشوط ثاني، الشوط الثالث والرابع هو قمه الضغط العصبي للعيبه كلها. صحيح. فبالتالي انت شفتي حاله النرفزه اللي في الملعب، حاله العصبيه اللي في الملعب، الحالات بتاعت الاحتكاك ما بين اللعيبه وما بين بعض، لان ده بيفقد حاله من التركيز عنده. وهو بصفته كان اخر دقيقه في الماتش، فكان كل طاقه تركيزه على اللعب. فاصبح الحاله بتاعت الاغماء بتاعته دي حاله أساسية، أولا إجهاد عصبي، ثانيا إجهاد لطول فترة بقاء الأهلي في تحضير لبطولة كأس السوبر، سواء كان عنده ماتش في أفريقيا، سواء كان الزمالك هيلعب، سواء كان بيراميدز هيلعب، فكل ده ضغط عصبي أو لود على اللعيبة. شكرا دكتور هاني العناني رئيس الجهاز الطبي لمنتخبات منطقة القاهرة لكرة القدم. ألف سلامة لمتولي. طبعا الأهلي أكيد هيكشف عليه بمزيد من الفحوصات. الأهلي رايح يوم الثلاث إلى تونس لملاقاة الترجي. كل التوفيق ومبروك يا أهلي السوبر. فاصل ونرجع.